جاكم فريد من خلال ميكرو تكوميك مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا واحد الخطره، نسولوا الطلبه والطالبات اش من ماده كانت مطلع عليهم الدم باش يقولوا الوزير سي امزازي باش يحيدها. الا بغيتوا تعرفوا الاجابه خليكم معنا بكل تواضع. وبغيناك شي ميساج صيفطي لامزازي، اش من ماده مطلع لك الدم بغيتي يحيدها؟ هي الفرنسي. ما عندكش مع الفرنسي؟ لا حيت انا حنايا في دوله اسلاميه ما عندناش نحتاجوا هاد الفرنسيه ونهضروا بالفرنسيه، دوله اسلاميه و ما كتحمليش ديك بونسوار بونجور بكل تواضع. لا 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 نونو انت هضرتي قلتي نونو. انا الاغلبيه عندي العربيه. العربيه؟ دابا بغيتي يحيد الفرنسي؟ لا الفرنسي غير حيدها من الاحسن. كنتمنى دوله اسلاميه حنايا. كنتمنى يسمع الميساج ديالك ان شاء الله يا ربي، وكنتمنى ربي يخفف علينا منازل ويحيد علينا هذا الوباء في اقرب وقت. ميرسي ميرسي بوكو ميرسي بوكو. شكرا بزاف حتى انتم. اخ طالب اها اش من مستوى دراسي؟ لافاك. قول لي العام الاول في لافاك. قول لي شي ميساج للسي امزازي اش من ماده مطلع لك الدم بغيتي يحيدها؟ اللي كان مطلع لي الدم، اما دابا راه في لافاك درت الدراسات الانجليزيه الحمد لله، و في الثانويه في الاعداديه كان المشكل هو اللغه الفرنسيه، كانت مديره مشكل ماشي غير عندي انا، كانت تقريبا عند القسم كامل. سو قليل اللي كان واحد 4% اللي كانوا في القسم عندهم على الفرنسي. ما عندكش مع الفرنسي؟ ماشي بزاف. كتعرف بعدا بونجور بونسوار شكون ما عرفوش؟ دوماج اين با دارجون. داكشي ما بكل تواضع داكشي باين ماشي مشكل. وكان لونجلي كنقراوها غير 3 سنين تقريبا، كتعتبرها ساهله حيت كنشوفها في الافلام بزاف، كنتفرجوا في الافلام بزاف، ما كنتفرجوش في افلام فرنسيه. سو افلام راه واحد النسبه كبيره كتعلم اللغه. داكشي علاش قلت انا اللونجلي كنتعلموها في 3 سنين، كتولي عندنا معاك كتجي تجيك ساهله. الفرنسي لا كنقراوها من ثاني وكتبقى عندنا صعيبه. ولحد الان وباقي ما بغيناش نبدلوها، نبدلوها ماشي مشكل. كاينه الاسبانيونيه كاينه اللونجلي، علاش نخليوها فرنسيه مخلينا انا مشكل؟ هذا الراي ديالك. هذا الراي ديالي. والتقليدي يبقى لك. ويبقى لي هذا ميساج السي امزاز. انا متاكد بزاف اللي غيفضلوا اللونجلي على الفرنسي. وكنتمنوا يسمع الميساج ديالك. اها تحيه اخ طالب. اش من مستوى عندك؟ دوزيام اني في لافاك. بكل تواضع. بكل تواضع. بغيتك تصيفط واحد الميساج دابا للسي امزازي، اش من ماده عندك تنطلع لك الدم باش يحيدها؟ انا كنبغي نقول السي امزازي باللي خاصو يحيد هذيك الماده ديال الماتش، حيت الماتش اغلبيه تيعانيو منه. ما عندكش مع الحسابات؟ ما عنديش مع الحساب. ما عنديش مع الحساب. كيفاش ما كتعرفش تحسب ولا شنو؟ لا كنعرف نحسب، ولكن شي حوايج راه فيه صعاب بزاف والله، خصوصا الباك. انا لقيت فيه مشكله الصراحه في الباك، كنت مدوز السوايع لقى فيه مشكله. واصعب ماده كاينه دابا حاليا في الدراسه هي الماتش. هي الماتش. الماتش. وكنتمنوا يسمع الميساج ديالك بكل تواضع. وهذاك الشيء اللي كاين ان شاء الله. تحيه المستوى الدراسي. هذا العام اجازه ان شاء الله. اجازه تبارك الله. صح. واش من ماده كانت مطلع لك الدم طالع لك في راسك دابا ميساج للسي امزازي باش يحيدها؟ ما كرهناش صراحه يحيد الفرنسيه، حيت الفرنسيه قدامت وكنشوفوا ان اللغه الاولى في العالم هي الانجليزيه ولا الصينيه، اللغه ديال العلم خصنا نقراو شي حاجه اللي غادي تنفعنا، ماشي الفرنسيه اللغه اللي بدات كتقدام وما عندها حتى شي فائده. كلشي اتفقتوا على الفرنسي. واه بصراحه الفرنسيه راه ماشي قضيه صعيبه، هي صعيبه، ولكن الفرنسيه هي الانجليزيه هي اللي ولات خدامه دابا. هي اللي خدامه في جميع المجالات، في التجاره، في اي حاجه كتلقى اللغه الانجليزيه هي اللي خدامه. الفرنسي دابا باركه صافي ولات تبيطيله عندها. غتشوف الاحصائيات تبان لك الفرنسيه راه غادا وكترجع بكل تواضع. داكشي اللي كان. اخ طالب. طالب. طالب كليه الحقوق. كليه الحقوق. الاقتصاد السنه الثانيه. عزيز عليك البرقوق. عزيز علينا البرقوق والحمصلوق والبيض. بكل تواضع. بكل تواضع. قول لي يا اخي اش من ماده كانت مطلعه لك الدم وتقول دابا للسيد الوزير امزازي باش يحيدها؟ الفلسفه اخويا، الفلسفه حرام، كانوا كيطلقوا عنك يقول لك عالم الموتول مع عالم الموتول. ودي ديكاس للدراري حرام. حرام فلسفة حرام. ودي ديكاس ياك. لمن للدراري صحابي الفلسفة. مو الفلسفة افلاطون اسد ديالك ديما مسطي، ولكن دابا ولا صاحبي من شتي. بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. الله يحفظك.